لسه واصل جدانسك. الشقة عاملة كده، الشقة دي من اير بي ام بي، مدبنها شكل يعني. انا طبعا ما اخترتهاش بينك، مش قاصد، بس هي جت كده، ده اللي لقيته. بس شكلها حلو بصراحة يعني، عاملينها كأنها اوتيل. وده الحمام، في زي شاور روم، دي مهمة جدا في بولندا علشان الدنيا لما بتكون برد، لو ما فيش شاور روم زي دي الازاز ده، الدنيا بتكون تلج، بيكون الموضوع صعب جدا. عاملين بصراحة كل حاجة حلوة، حاطين شامبو، حاطين كل حاجة. ده من اير بي ام بي، بس عاملينها كأنها زي الاوتيل، جميلة جدا يعني. الجو اصلا وحش، فكويس ان الشقة حلوة عشان انا ممكن اقعد في الشقة كتير، اشوف صحابي اللي هنا، ممكن يعملوا معايا في الفلوج. خليكم معايا. دي طبعا اكبر كاثيدرال في جدانسك. انا دلوقتي اصلا في وقت اجازات وموسم، مش لاقي اصلا قطر ارجع. هنروح نعمل مشوار صغير كده اللي انا اصلا جاي عشانه، اللي جاي جدانسك عشانه، وبعدين هنشوف بقية المدينة وكده. وناس كتير واخدة اجازة، كل حاجة يعني في ضغط في كل حاجة يعني. انا لحد دلوقتي زي ما بقول كده، مش عارف انا هرجع ازاي اساسا، لان مش لاقي قطر نرجع بيه، والباص 5 ساعات، فممكن اجر عربية، بس ده هيكلفني كتير يعني. المباني البيضة دي بتشهر جدانسك هنا، والكانالز اللي موجودة، اصلا في بحر هنا بس بعيد شوية، حوالي 20 دقيقة بالعربية. بس البيوت هنا منظرها كده على طول، في من احلى المراكب اللي ممكن تشوفها هنا. طبعا مركب الكراسينا دي مشهورة جدا، ما فيش منها كتير يعني، هي واحدة، في يعني كل واحدة مميزة ومش مقلدين بعض. جوعانين بدنا ناكل، في جوع، هنومين جوعانين بدنا ناكل. طبعا عايزين ناكل كبده ومخ، اي حاجه بتخوف يعني عشان هالوين، بس الاكل هنا لبناني لطيف. طبعا انا قاعد في مطعم لبناني مع 2 لبنانيين، يعني اكيد مش هدفع يعني، بيت اخويا. مطعم لبناني اكيد هيدفع، قدم لنا اياهم ببلاش. على سلطتك. ايه رايك في الاكل يا مارك؟ اتفضل. حلو؟ دو فاهم، بص بتعزم على الكازن وما بتعزمش عليا؟ ما بعزم الكل يا عم، معاش فورس و ما بعزم الكل، ما بقولش الحاجات دي. كرم، شوف كرم اللبناني، صور صور، عم بعطيك، عم بعطيك شقفة. انا مش هدفع في الاكل ده يا جماعة، بس اكل جميل. اي ده هي، ادي صوت مسجل على الفيديو. انت بتذلني بالاكل. خد، انا هديله كفته اهو في الفيديو، خد. بس انا هقفل الكاميرا واعمل نفس الديت. عجبكوا الاكل؟ هذا انت خلاص؟ اكل لبناني ممتاز، خارج طورة نومي الوضع. ايوه ايوه ما كنا تسمع. ايوه ايوه تيت تيت. لبناني بسبب كتير. رايحين على كراكوف؟ رايحين على كراكوف. مش تاخدوني معاكم؟ ناخدك معانا. لا مش جاي. دلوقتي رايح للبيتش، جو شمس، شربت قهوة، فالواحد هايبر شوي. الدنيا حلوة كويسة، لما الشمس بتطلع حتى لو في شهر 11 الدنيا بتبقى أحلى كتير. طبعا ده منظر الخريف، هي بارك، بعدين بيجي الرملة والشط وكده، فدايما بيبقى فيه زي فورست أو غابة قبل البحر هنا في كل مكان. وإن احنا قريبين من ميناء الجديدة، منظر الخريف هنا جميل جدا. هنا بيكون زحمة جدا في الصيف، انا مفكرتش اجي في الصيف قبل كده، بس جيت قبل كده تقريبا في شهر 9 من سنتين، وشهر 10، واحنا المرة دي في شهر 11. فطبعا الدنيا برد، مفيش حد بيعوم، مش احسن بحر يعني، هو كويس يعني على قد الناس هنا جم زحمة لما كان في كورونا ومش عارفين يسافروا، لكن في الاساس هو يعني البحر هادي، بيكون برد حتى في عز الصيف بيكون برد، بس كويس جميل يعني، مهما كان احساس البحر حلو. وقت حلو الغروب هنا، الرملة دي تقريبا مش طبيعية يعني، الرملة دي هم الحكومة بتكون جايباها وحطها هنا، وبتميز المدينة يعني. لما اقول لك احنا في عندنا 10 كيلو رملة او 3 كيلو رملة، لان مفيش رملة هنا في الاساس، هي اصلا غابة، وبعدين البحر هنا من ورانا، وبعدين نحط الرملة دي، فحلوة يعني. وزي ما انتم شايفين صوت البحر هادي خالص، لان مفيش موج اساسا، مفيش موج خالص هنا. في مراكب بقى بتيجي من هناك بيسموها الفيري، تاخدها تقريبا ساعة ونص، توديك السويد الناحية اللي هناك دي، مسافة قريبة جدا، بتخلي في ناس اصلا كتير من السويد بيجوا هنا، عندهم بيوت هنا، بيعملوا شوبينج هنا، لان طبعا فرق السعر من
السويد لجدانسك او بولندا يعني السما من الارض. انا كنت جاي جدانسك اصلا عشان في ورق كنت عايز اخلصه هنا، فاصلا كان الوقت ده وقت فيه اجازه، وكان عندي بس يوم الجمعه، يعني الخميس اجازه هنا كان اجازه بسبب عيد الاستقلال، بعدين الجمعه، بعدين طبعا سبت وحد اجازه، فموسم ان اي حد ممكن يسافر يعني. عشان كده كان صعب شويه الواحد يلاقي شقه ان هو ينزل فيها، او ان هو اصلا يحجز تيكت قطر. حتى القطر جيت كان لازم يكون فيرست كلاس، وكنت عارف ان هقابل المشكله دي لو انا عايز ارجع يوم الاحد او اي يوم، بس قلت استنى اطمن الاول انا جيت هنا بعدين بحجز الرجوع. فانا دلوقتي في المشكله دي مش عارف احجز قطر ارجع بيه، فاروح المحطه نفسها عشان مش نافع خالص اونلاين، واشوف ايه النظام كده، هعرف اخد تيكت ولا لا. فيا رب نعرف نرجع ورسو تاني. سنترا ومعانا قربنا على محطه القطر، مش فاكر شكلها عامل ازاي اللي انا جيت منها، بس يعني لسه ناسي شكلها مش عارف ليه. احنا نمشي كده في اتجاه السنتر لحد ما نلاقي محطه القطر، ونشوف لو انا نعرف لسه في تيكيتات ولا لا. طول ما احنا ماشيين في حاجات كده جميله يعني. هو طبعا اوحش حاجه ان الجو وحش، بس اتخيل ان المدينه دي في الصيف بيكون جوها جميل يعني، بيكون مدينه حلوه قصدي يعني، الفايبس بتاعتها ان شكلها فيها حاجات كتير مختلفه، مش كل حاجه شبه بعضها، مش كل مباني شبه بعضها، فحلوه يعني لحد ما. طبعا زي اي مدينه اوروبيه مفيش اكتر من الكنائس، بس اللي بيميز جدانسك ان هي اكبر مدينه في الثلاث مدن. هي طبعا ثالث اكبر مدينه في بولندا، بس هي بيسموها منطقه التراي سيتي اللي هي معناها ثلاث مدن، او تراي ميستو ثلاث مدن. الثلاث مدن دول على البحر اللي هي جدانسك وجدنيا وصوبوت، ودي اكبر واحده فيهم. هي دي على فكره بينها وبين البحر 15 دقيقه بالعربيه، بس الباقيين على البحر فعلا على طول. هنا في انهار في كل حته، وفي ناس كتير بتيجي هنا تدرس طب، اذا كان من الدول العربيه او اذا كان من السويد والدول الاسكندنافيه، عشان تقريبا جامعه الطب هنا كويسه وفي عدد اجانب كتير وبيدرسوا بالانجلش وكده. بس هي مش رخيصه ولا حاجه، هي غاليه. الطب عامه في بولندا كله دراسته بيبقى من اول 9000 يورو 12000 يورو 15000 يورو، فاعتقد جدانسك في حدود نفس السعر. بس بالنسبه للناس اللي جايين من السويد والناس اللي جايين من ايرلندا بيكون احسن لهم. اخيرا محطه القطر، محطه القطر هناك شكلها حلو، شكلها حلو جدا بصراحه. الحمد لله العمليه نجحت واشتريت التيكت، فهسافر بكره ان شاء الله. ربنا يسهل بقى تطلع. اكيد مش هلاقي مكان، دي حاجه غريبه جدا ان هم بيبيعوا تيكتات هنا من غير اصلا مكان. فحتى على الفيرست كلاس ما فيش مكان، تخيل تبقى دافع تيكت فيرست كلاس وفي الاخر ما في من غير مكان، يعني ادفع فيرست كلاس عشان تقف بس في الواجن بتاعه الفيرست كلاس، مش عشان ان انت هتقعد في كرسي مريح او اي حاجه. بس هنعمل ايه، لازم تحجز من بدري. الشارع ده تحس انه في كذا عصر من العصور يعني، تحس في وقت قديم خالص، في وقت في النص كده، وفي وقت مودرن يعني، كذا مبنى كذا شكل كذا ديزاين. نهاية فلوج جدانسك، ونشوفكم في فورسو. ريت يكون الفيديو عجبكم، لو في اي حد عنده اي اسئلة عن جدانسك يقدر يسألني في الكومنتس، وياريت تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، تعملوا لايك وسبسكرايب. تشاو.